السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال جميل هي وبيقول ازاي ابقى بين مانجر. اول حاجة بلاش تنط السلم، يعني لازم الاول تبقى بين سبيشاليست وبعد كده بين كوردينيتور وبعد كده ان شاء الله تبقى بين مانجر. فالموضوع سهل وبسيط، بس يعني تخيل واحد كده ينزل بالبرشوت على الشركة ويبقى بين مانجر وهو معرفش المشاكل اللي موجودة، فممكن تكون في مشكلة تاخد من وقت كتير في حلها. انما لو هو كان اصلا بدأ من البداية كبيزنس سبيشاليست هتكون اتعرض للمشكله دي فيقدر يحلها في ثانيه. طيب ايه الحاجات المطلوبه من البين مانجر عشان نعرف ايه الحاجات الصفات اللي المفروض تبقى متوفره فيه؟ اول حاجه هو يبقى زي بروجكت بلانر للمشروع، هو اللي هيقول التواريخ والحاجات دي كلها، هو اللي هيعمل امبلمنتيشن للبيم في المشروع. هو مطلوب منه ان هو يحل المشاكل، اي مشكله تحصل للفريق ايا كان نوع المشكله ديت، وساعات ما تبقاش تكنيكال تبقى حاجات تانية هو يحلها، يعني ممكن يكون في مشكله بين اتنين فيبدا يحلها وهكذا. يعمل تدريب للفريق بيطورهم باستمرار، تمام، يخلي فيه استفاده من موضوع البيم، يطور الستاندرد اللي موجود، يعمل بيم اكسشن بلان، العقد هو بيتدخل فيه برضه، الكوردينيشن، عامل مكتبه فاميلي. دي كل الحاجات دي مطلوبة من البيم مانجر. طيب ايه السكيلز او المهارات اللي لازم تكون متوفرة فيه؟ لازم يكون عنده قدرة على الإدارة، لازم يكون عنده قدرة على التكنيكال، قدرة ان لو جات له مشكلة جديدة يقدر يدور على النت ويحلها، صديق لجوجل، اي مشكلة يبدأ يحلها وهكذا. يقدر يعمل كوردينيشن مع اعضاء الفريق، يقدر ينظم، يقدر يحضر الاجتماعات ويعرف يديرها. طيب الحاجات الشخصية بالنسبة للبيم مانجر، لازم يكون بيعرف يتعامل مع الناس، يقدر عنده قدرة على الاستماع، يقدر يدير الفريق، يقدر ان هو يحصل على افضل استفادة من غير ما يسبب مشاكل مع الفريق. فهو محتاج منه بعض المهارات الشخصية وبعض السكيلز عشان يقدر يؤدي المهام المطلوبة منه.